أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر مع الشيخ خليفة بن راشد الخليفة لحضور حفل افتتاح مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم اليوم بمقر المدرسة في منطقة بوغوة، وذلك بحضور الدكتور أمابيل أجيلوس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس مجلس إدارة المدرسة، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار المسؤولين والأكاديميين. وقد نقل معالي الشيخ خليفة بن راشد الخليفة تحياتي وتقديري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقائمين على المدرسة وتمنياته سموه لهم بالنجاح والتوفيق في أداء رسالتهم التعليمية النبيلة الموجهة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة برئاسة سموه إيمانا منها بأهميته كأحد الأدوات المهمة في تحقيق تطلعات البحرين في مجال التنمية المستدامة في ظل ما يمثله الاستثمار في العنصر البشري من قيمة مضافة على كافة الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ونوه إلى أن توفير التعليم الحديث لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع يشكل أحد الأوجه المضيئة في مسيرة التعليم في البحرين التي تمتد إلى نحو 100 عام، مما يؤكد مدى اهتمام البحرين بهذه الفئة الهامة من المجتمع التي تضم العديد من المواهب والمبدعين القادرين بعطائهم على الإسهام في دعم جهود بناء الوطن وتنميته. وأشاد معالي الشيخ خليفة بن راشد بمدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وما تمثله من إضافة متميزة لقطاع التعليم في البحرين، مؤكدة أنها تشكل مبادرة طيبة من شأنها أن تعزز من جهود البحرين في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانيات وبنية تعليمية حديثة ومتطورة وما تشتمل عليه من كوادر تعليمية وإدارية مؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية في التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه ألقى الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كلمة خلال الحفل رفع فيها أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر راعي الحفل، شاكرا ومقدرا بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع منتسبي المدرسة تفضل سموه بهذه الرعاية السامية التي تضاف إلى سجل سموه الحافل برعاية ودعم التعليم، بما يعكس اهتمام سموه المتواصل بالعلم والتعليم كمقوم من مقومات التنمية الشاملة للبحرين. وأكد أن هذا الحفل يأتي ضمن ما تشهده المسيرة التعليمية المباركة في البحرين من تطور وما تحقق من إنجازات، وهي تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء التعليم النظامي الحكومي في ظل الرعاية التي يحظى بها التعليم من لدن جلالة الملك المفدى والدعم المستمر من سمو رئيس الوزراء بمساندة سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم. كما ألقى الدكتور أمابيل أجيلوس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين كلمة عرب فيها عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ما يليه سموه من اهتمام ودعم لقطاع التعليم وما يبديه سموه من حرص على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي لكي يقوم بدوره في دعم مسيرة التعليم في البحرين وتخريج أفواج من الطلبة والطالبات المؤهلين وفق أحدث النظم العلمية العالمية. ونوه إلى أن مبادرة إنشاء مدرسة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة انبثقت من رؤية أساسية غايتها خدمة هذه الفئة من المجتمع وتوفير البيئة التعليمية التي تساعد في استكشاف قدراتهم وصقل مواهبهم بشكل يعزز من دورهم في المجتمع. جدير بالذكر أن مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تقع في منطقة بوغوة وتشتمل على العديد من المرافق الحديثة منها غرف للعلوم وصالة للألعاب الرياضية وحمام سباحة وملعب كرة قدم وآخر للسلة و344 موقفا للسيارات.
الاحتفال الذي تم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. تم اليوم افتتاح هذه المدرسة الموجهة لجهودها ورعايتها إلى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تأتي ضمن تشجيع مملكة البحرين للاستثمار في التعليم. المدرسة تضم خدمات كبيرة جدا تنسجم انسجاما مباشرا مع جهود وزارة التربية والتعليم في سياسة دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيوجد في مملكة البحرين 83 مدرسة تقدم خدمات لهؤلاء الأبناء الأعزاء.